ايه يا طلاب مساح، عاملين ايه؟ مساء الخير. بص، انا عمال اشوف على الصفحه حاجات كتير واسئله كتير وهردلك عليها، وانا بسجل عشان التسجيل عاد بالنسبه لي اسهل من ان انا اقعد اكتب. ما بكتب بتقعدوا تسالوا برضو تاني. طيب، الحاجه الاولى اللي انا عاوز اقولها بخصوص طلاب سنه المستوى الاول واثنين وثلاثه، ليفل 1 و2 و3، دول اللي امتحانهم ان شاء الله يوم السبت، الجدول نزل. انا بس عاوز اقول لك ملاحظه مهمه، الناس اللي هي كانت غايبه وما دخلتش دي لازم تدخل بقى، يعني دول اصلا ما دخلوش خالص الامتحان، فلازم يدخل. هيدخل ازاي؟ من على طريق الصفحه الهوم بيج بتاع الجامعه والانظمه الالكترونيه. تدخل الطالب، تختار الطالب وتعمل لنفسك الايميل وتدخل الايميل بتاعك وتوافق عشان يبدأ يشتغل معاك. الكلام ده كله تعمله النهارده عشان لو في مشكلة الحق حلها لك، لا معادش الا بكرة. مفيش ولا طالب غايب دخل وعنده مشكلة وكلمني، مفيش الكلام ده. طيب، دي حاجة. يبقى أول نقطة عندي هنا في الفويس ده إن الطلاب اللي كانوا راسبين في المستوى الأول أو التاني أو التالت، أو ما دخلوا، اللي كانوا سوري غايبين وما دخلوش الامتحان في الفترة اللي فاتت، يحاولوا يدخلوا النهاردة أو بكرة عشان لو في مشكلة في الباسورد أو اليوزر نيم نلحق نحلها النهاردة أو بكرة. دي أهم حاجة عندي دلوقتي. طيب، الحاجة التانية اللي بقولها، أتأكد منين إن أنا ناجح؟ ما تدخل على النتيجة، ادخل تاني على النتيجة دلوقتي. اتفقت معاك لو حرف الاف هو دي الحالة الوحيدة اللي انت بتبقى فيل فيها أو راسب فيها. طب لو ابسن دي غايب يبقى برضو غايب، لو باس يبقى خلاص ناجح، ادخل تاني. الناس اللي عماله تقول في حاجات في خانه فاضيه ومش خانه فاضيه، احنا عشان بندخل بيانات بس، متقلقش يعني مش حاجه بتغلط في الالكتروني دي نهائي. مفيش طالب ناجح اسمه يتحط له ساقط ولا ساقط يتحط له ناجح، الكلام ده كلام فاضي كله. معايا؟ السيستم الالكتروني مفيش فيه نسبه خطا ولا صفر حتى في الميه. فدلوقتي انت، انا منزله كمان اسماء الطلاب اللي هم مفروض يدخلوا الفرصه التانيه. طيب، بص على الاسماء، اسمك فيها خلاص، يبقى دي طريقه برضو تتاكد. الحاله التانية ان انا ادخل على النتيجه نفسها على المي، وبقى على المنصه الالكترونيه ابص عليها، ابص على السبع مواد بتوعي لقيتهم كلهم حرف البي، يبقى خلاص انا تمام كده مفيش مشكله. لقيت فيهم ماده حرف الاف او ماده ابسنت غايب، يعني لانه زي ما انت شايف هي مترجمه، يبقى في الحاله دي هتدخل الدور التاني خلاص. يبقى انا ده اول جزء ان انا اخلص منه، ان الناس بتوع سنه اولى وثانيه وثالثه. كمان في معلومه عاوز اقولها لك، ان انت بكره ان شاء الله، يعني بكره تدخل بالليل تبص على الجدول بقى. الجدول ده لو انت اسمك نازل ولو جدول يبقى انت خلاص لك دور تاني. الموضوع مش صعب ابدا، يعني ان انا ادخل على الجداول، بس الجداول احنا بننزلها بقى ايه يوم بيوم. فاللي عنده مبادئ خرايط يبص هل نزل له الماده، يبقى نزل له مبادئ خرايط في على المنصه نفسها، على المنصه الالكترونيه، الانظمه الالكترونيه. تدخل الطالب وبعدين بعد كده الايميل بتاعك وتوفر على الايميل، وتروح داخل على الصفحه اللي على الايقونات دي، هتدخل على جدول الامتحان، تروح عامل كليك على جدول الامتحان، هيروح جاي لك اسمك. تبص لقيت اسمك وقدامك مواد أو ماده او اتنين او تلاته او اربعه، يبقى هم دول المواد بتاعك. لو انت مالكش اسم خلاص يبقى خلاص انت مالكش مواد عندنا خلاص، يبقى كده دي خلاص موضوع. انت عندك مشكلة بسرعة على الصفحة او على التليفون، التليفون في ايدي اهو ببص عليه. يبقى دي حاجة مهمة جدا لازم انت تعرفها. طيب، الجزء التاني من وبرضو عاوزة قبل ما انقل على الجزء التاني، ان انت برضو هو اللي عنده مادة يكون عامل ورقة الاجابة مجهزها وكاتبها ومصورها الخمس ورقات ونفس ورقة الاجابة بتاعت الجامعة، تمام، وانا منزلها على الصفحة عندي. الناس اللي كانوا غايبين يرجعوا كده للصفحة القديم شوية، هيلاقوا المادة، هيلاقوا الورق، يروحوا مصورين. عندي مادة واحدة اصورها مرة واحدة واكتب بيانات واجهزها، عندي مادتين اصورها مرتين، عندي ثلاث مواد وهكذا. عندي المواد كلها، اذا مش عاوز اقول اسماء بقى، في بشوات عندها المواد كلها، وخلي بالك دي اخر فرصة، ودي الفرصة دي من غير فلوس، بعد كده هيبقى فيها فلوس. طيب، يبقى انا دلوقتي اصور الكراسه ديت واجهزها واحط عليها بياناتي والبطاقه والكارنيه واكتب بياناتي وجاهزه اهو بقى معايا على يوم السبت الصبح الساعه 10. لو انا عندي ماده يوم السبت الساعه 10 باذن الله، وافتح في الاول كده عشان الدنيا ما يبقاش في ضغط، عشان الكليه كلها بتمتحن في نفس الوقت والنت بيفصل، وما تقعدش نايم وتقوم لي متاخر وتكلمني الساعه 2 والكلام ده. طب خلينا ده اما 5 دقايق،
واروح ناقل للاسئله، افتح بقى على الاسئله واخد الاسئله بتاعتي واحلها، واروح مصور وحافظ PDF واروح على طول رافعها عليا وخلاص. والعدد قليل، العدد مش كتير، بس لازم اكون حريص على كل النقاط دي. خلاص يبقى كده المستوى الاول والتاني والتالت انتهينا وخلصنا. اول ما نخلص الامتحانات ان شاء الله بعد العيد على طول، لان لسه في يومين بعد العيد هظهر لك النتيجه. خلاص يبقى ده نص الفويس بتاعي. النقطه المهمه بقى اللي انتوا كلكم عمالين تسالوا فيها، عمالين تقولوا لي احنا عندنا مواد وعاوزين في سمر كورس. السمر كورس ده تسجيل المواد هيبدا من يوم السبت، ده سبت سنه اولى، الحد سنه تانية، الاثنين سنه تالتة، التلات سنه رابعه معايا، سبت وحد واثنين وتلات واربع. يوم الاربع ده هيبقى فيه احتياطي بس، لان الخميس اجازه. طب انا مفروض اعمل ايه؟ دي فتره تسجيل اسبوع للسمر كورس، عشان الناس اللي عماله تسال. طب انا عندي هعمل ايه؟ اروح انا جاي خارج من بيتي معايا الكمامه ومعايا الجوانت بتاعي واروح اداره البرنامج يوم السبت سنه اولى بس، ما يجيليش الا سنه اولى بس. طب يعمل ايه؟ يجي عندي في القسم فوق، عاوز يسجل ماده يسجل مادتين، هنقف بره كلنا لو في عدد كبير يعني، وهندخل واحد بواحد الاوضه ولابس الجلافز بتاعه ولابس الكمامه، هيكلم بقى هناء او ابراهيم هيسجل لك المادتين اللي انت عاوزه ويدي لك ايصال الدفع، وتنزل تدفع الايصال وتروح عطيله الايصال تاني. عاوز 3 مواد تخلي ابراهيم هيدي لك ايصال ب3 مواد، واختار المواد اللي انت عاوزها او اللي عندك مشكله فيه. يبقى يوم السبت سنه اولى، يوم الاثنين سنه تانية، يوم الثلاث سنه ثالثه، يوم الاربع سنه رابعه، يوم في يوم خميس ده هيبقى اجازه معايا. يوم خميس ده هيبقى اجازه. طب رابعه دلوقتي هيرد علي يقول لي ده احنا نتيجتنا ما بانتش. ما انت ان شاء الله من هنا ليوم الاربع هتكون نتيجتك بانت ان شاء الله باذن الله. يعني اللي بتوع رابعه يقول لي طب احنا نتيجتنا لسه ما بانتش، يوم الاربع ان شاء الله بالكتير قوي هتكون النتيجه بانت وهنزل لك على الصفحه معايا. طيب دلوقتي انا عاوز اسجل يا دكتوره فين؟ انا عارفه ان الطلبه هيسالوني طب انت ايه المواد اللي هتتفتح؟ انت دلوقتي سجل المواد اللي انت عاوزها وادفع رسومها، ده شو ماليش دعوه انا بالرسوم دي الحكومه لانك هنا. الحاجه التانيه ان افرض انت دفعت ماده وما فتحناهاش، احنا هنفتح الماده اللي هيبقى فيها فوق ال20 طالب، اللي بيبقى عندي 20 طالب وفيما فوق هفتح الماده، ولازم بتصل بالاستاذ وبقول له انا عاوز افتح الماده، انت فاضي عشان تحط لي امتحان؟ لان هنا خلي بالك الكورس الصيفي ده هيبقى تعليم عن بعد كله، يعني معناها ان انا هنزل لك المحاضرات كلها على الصفحه. خلاص طيب دلوقتي افرض انا دفعت يا دكتوره ماده وانت ما فتحتهاش، عادي ما انت كده دفعت، حتى لو ما فتحتش الماده وانت دفعتها بعد كده بتبقى خلاص سددت، ممكن تيجي تاخدها الترم الثاني او تاخدها الترم الاول او تاخدها الصيف الجاي، انت كده سددت رسومها. لان دلوقتي انا مش قادر انزل ايه المواد اللي افتحها، ما انا لو نزلت دلوقتي مثلا مادتين في اولى ومادتين في ثانيه ومادتين في ثالثه، افرض المادتين دول محدش حجز فيهم هفتحهم ازاي؟ فانا بنتظر لما انت اللي تيجي تختار، فانت اختار المواد اللي انت عاوزها او اللي عندك مشكله فيها محتاج منه مساعده، تعال وانا اساعدك، او ابراهيم او هناء هم فاهمين يعملوا ايه، وانا موجوده كل يوم. محتاج ان انا اساعدك في التسجيل ماشي، لان انا مش هفتح لك التسجيل في البيت، هفتح التسجيل عندي. خلاص يبقى فتره التسجيل تاني، الناس اللي عماله تسال فتره التسجيل دي للمواد اللي انت شايلها بس، اللي عنده مواد من اولى، اللي عنده مواد من تانية، اللي عنده مواد من تالتة، اللي عنده مواد من رابعه يسجل، بس كل واحد في سنته. يعني كمان في نقطة عاوز اقولها لك تاني، ان التعليم هيبقى عن بعد، يعني هنزل لك كل حاجة على الصفحة بتاعتنا. الحاجة التانية مفيش تحسين في الصيف ده خالص، يعني مفيش طالب يجي يقول انا عاوز احسن مادة نهائي. خلاص فترة التسجيل الاسبوع ده لغاية العيد. خلاص يبقى اللي عمال يقول انا عاوز اسجل عاوز اسجل، مفيش تسجيل بالتليفون ومفيش تسجيل عن طريق الصفحة، انت لازم تيجي عشان تاخد الايصال وعشان تدفع الايصال، مين اللي هيعمل لك الكلام ده؟ وعشان كده احنا مخليين في اولى يوم وتانية يوم وتالتة يوم ورابعة يوم وفي يوم احتياطي لان الخميس اجازة. طب احنا خلصنا لغاية العيد، الدراسة هتبدأ على طول بعد العيد، هنزلك بقى المحاضرات وهنزلك المواد اللي اتفتحت. الدراسة لغاية بتبقى شهر 4 اسابيع، وفي اسبوع للامتحانات، لان المفروض الترم كله يخلص يوم 17/9، فعلى 17/9 ده تكون انت خلصت الكورس بتاعك وتكون امتحنت وتكون النتيجة طلعت والناس خدت شهادتها بتوع سنة رابعة، اللي هم هيبقى عندهم يعني دور سبتمبر.
خلاص الناس اللي هم بتوع رابعه لما النتيجه تبان هنزل لك على الصفحه، تيجي تاخد الشهاده امتى وتيجي تقدم بتوع رابعه، ما تقلقوش زي ما انا بسجل لك كده على طول. اول النتيجه ما تبان بتوع رابعه تيجي تسجل مواد السمر. طب انا ما عنديش مواد سمر، خلاص هتيجي تاخد الشهاده هنزل لك معاد، هنزل لك معاد. يبقى خلاص كده ما فيش اي مشكله من اي حاجه. لو سمحتوا نلتزم اولى يوم السبت، تانية يوم الحد، تالتة يوم الاثنين، رابعة يوم التلات، وعندي يوم الاربع ده احتياطي لان في اجازة. النتيجة بتاعت رابعة لو بانت يوم التلات تيجي الاربع عادي، خلاص ما فيش مشكلة. خلاص ده كده منتهي، وما عادش حد يسأل. الحد الاقصى للعدد المواد في السمر 3 مواد، يعني من حق الطالب ياخد 9 ساعات، 3 و3 و3. التعليم في السمر عن بعد، وده قرارات المجلس الاعلى للجامعات، مش هدى حسنان اللي بتقول الكلام ده. السمر ما فيش فيه تحسين السنه دي، ما فيش حد من اولى يسجل ماده من تانية، ما فيش حد من تانية يسجل ماده من تالتة، لا تنازلي. يعني اللي في رابعه يسجل من تانية لو عنده ماده من تانية، لو عنده ماده من اولى خلاص. حريه التسجيل للطالب، يجي لي البرنامج من السبت او الحد او الاثنين او الثلاث او الاربع على حسب اليوم اللي مخصص ليه، ويجي يسجل المواد. التسجيل المواد ده حاجه ماشيه في جنبها، والامتحانات تحت في جنبها. ممكن يكون عندك امتحان في اليوم وتيجي تسجل وتروح تمتحن، الامتحان مدته 6 ساعات. يبقى ما فيش اي استفسارات عن اي حاجه. لو في حاجه برضو انا ما قلتهاش ابعتوا لي على الصفحه، انا مقعده ناس بترد عليكم وانا معايا التليفون. وبالتوفيق للجميع والف سلامه.